المحفزات السبعه للحصول على نعم: علم، التاثير على قرارات الاخرين. راسل اتش جرانكر. يجعل جرانكر من فن الاقناع المعقد عمليه اكثر وضوح واكثر نجاح. دكتور ليزلي شفايتزر ميلر، معهد الطب النفسي التحليلي بجامعه نيويورك. The seven triggers to yes, the new science behind influencing people decisions. أتقن فن وعلم الإقناع. مستخدما أحدث البيانات الفنية، يجعل جرانكر من فن الإقناع عملية أكثر وضوح وأكثر نجاح. دكتور ليزلي شفايتزر ميلر، الأستاذ بكلية الطب بجامعة نيويورك ومعهد الطب النفسي التحليلي بجامعة نيويورك. إن المحفزات السبعة ستساعد الناس على تحقيق رغباتهم بشكل سريع وأكثر سهولة مع تحقيق نتائج أفضل. مايكل جي لاوندولو، رئيس والمدير العام لشركة لوزنت تكنولوجيز موبيليتي سوليتس. لقد حول جرانكر أبحاث تصوير العقل وعملياته إلى برنامج يمكن فهمه وتطبيقه. عندما تكون في حاجة للإقناع، فإن هذا الكتاب يوضح لك كيف تحقق ذلك بأسلوب جديد شديد الفاعلية. روبرت اتش ميلر، الرئيس السابق ومدير تنفيذي شركة تشارلز أوف ذا ريتز جروب المحدودة. رائع، لم أستطع أن أترك هذا الكتاب حتى أنتهي من قراءته. يمكنني أن أرى الآن أن هناك أسلوب أكثر فاعلية في الإقناع والتأثير على الآخرين. جوسيا ستيفنسون، المدير السابق لقسم التنمية والتطوير كلية دارتموث. لقد حشد روس جيش مؤثر من الأفكار الرائدة حول موضوع الإقناع، إنه كتاب عظيم. دكتور جيرهارد جيشوان دتر، مؤسس دارتموث. بالمحتويات: الفصل الأول قوة الإقناع الهائلة، الثاني الرابحون والخاسرون، الثالث الإقناع في الماضي والحاضر، الرابع ما الطفرات التقدمية التي حدثت، الخامس إدارة القرار، السادس قوى الإقناع، فن الخطابة والإقناع، قوى الإقناع الثلاثة الروح والعقل والعاطفة، الاستجابة العقلية تلقائية أم تحليلية، من الشخص الذي يستجيب تلقائيا، أن تفكر أو لا تفكر، هون الأمر على نفسك. ملخص الفصل. الفصل السابع محفزات الموافقة بكلمة نعم، الثامن محفز الصداقة، التاسع محفز السلطة، والعاشر محفز التناغم والاتساق، الرابع محفز الامتيازات المتبادلة، 12 محفز التناقض، 13 محفز السبب، 14 محفز الأمل، 15 الأهداف الإقناعية، 16 التواصل الإقناعي، 17 العروض التقديمية الإقناعية، 18 التخلص من المقاومة، 19 الحصول على التزام شريكك، والخاتمة. دكتور ريتشارد ريستاك، طبيب أمراض عصبية ونفسية ومؤلف كتاب The Secret Life of the Brain. إننا لسنا آلات مفكرة ولكننا آلات عاطفية. الطريق إلى الفعل: العاطفة مقابل العقل، استجابة سريعة تلقائية، اللحاء الصدغي في الفوري، اللوزة محفز مثير مبني على العاطفة، استجابة تلقائية فورية، تستجيب اللوزة بشكل فوري وتلقائي للمثيرات، استجابة تحليلية معقدة، اللحاء الصدغي، استجابة متأخرة، اللوزة مثير غير محفز مبني على المنطق، قرار متأخر، يقوم الإلحاء الصدغي بتقييم الطلب العقلاني، وهذا يحتاج وقت وجهد طويل ومن ثم يتأخر القرار. العقل والعاطفة جوادي العقل التوأمين. التخلص من المقاومة، استراتيجية التعامل مع الاعتراضات والمقاومة، فرصة ذهبية، ابحث عن إجابة، اختبر معرفتك وخبرتك، توقع اعتراضات محتملة، أعد إجابات مناسبة حقيقية، تخبرك تحديدا بما يفكر فيه الشريك، توضح لك المعلومات المطلوبة والمردود، تجعلك متيقن من أنك تعاملت مع الاعتراض بشكل مناسب، لن يكون من المثمر الإجابة عليها مزيفة، ستار دخاني تحت سلسلة التحليل والتوضيح، من أجل معرفة الاعتراضات الحقيقية ميؤوس منها، استمر إذا كانت الاعتراضات ميؤوس منها، الذرائع الإرجاءات تحتاج إلى التحليل والتوضيح من أجل معرفة الاعتراضات الحقيقية، صغيرة تافهة تجاهلها. لا تلتقط الطعم. عملية الإقناع تبدأ باكتساب نظرة إقناعية. حدد أهداف إقناعية، ابحث عن في تاريخ شريكك
قم بمراجعة المحفزات، اختر المحفزات المناسبة، أكمل المعلومات المتاحة على المحفزات المختارة، قم بتحديد شكل العرض التقديمي، حدد الاجتماع، الزمان، المكان، قم بإرسال التوافق والمشاركة، قم بوضع وتنفيذ وتحليل القيم ونموذج الاحتياجات، قم بتقديم عرضك التقديمي، قدم المعلومات التي تدعم كل محفز، تعامل مع المقاومات والاعتراضات، توصل إلى اتفاق إتمام الصفقة، حدد الخطوات التالية، أكد على الموافقة. المحفزات السبعة للحصول على نعم. راسل إتش جرانجر.